والآن إلى ما اخترناه من الصحف اليوم، والبداية مع الأخبار وراجانا حمية التي كتبت: لقاحات فايزر المنتهية الصلاحية غير منتهية الصلاحية، سينوفارم للعسكر وفايزر للضباط. لقطة أثارت الهلع، ففي أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة في الشمال أقامت صورة التقطها أحد الأشخاص لعبوة من لقاح فايزر منتهية الصلاحية الدنيا ولم تقعدها، مثيرة زوبعة من التعليقات. والأسوأ أن الأمر أدى إلى التأثير على قرارات كثيرين بتلقي اللقاح خوفا من الضرر. فما هي حقيقة اللقاحات وهل هي فعلا منتهية الصلاحية؟ القصة بدأت قبل أسابيع تقريبا عندما تلقت وزارة الصحة كتابا من قيادة الجيش تطلب فيه منها التصرف بكمية من لقاحات فايزر تشارف صلاحيتها على الانتهاء. في المعلومات أن قيادة الجيش تلقت كمية كبيرة من اللقاحات لم تعمل على تصريفها في الوقت المناسب بسبب الفوضى التي سادت عملية التلقيح في المؤسسة العسكرية، إذ أنه خصص لقاح فايزر للضباط وأصحاب الرتب العليا، فيما لقح الجنود بسينوفارم الصيني، وأدى ذلك إلى تخزين كميات كبيرة من فايزر في مخازن الجيش قبل أن تنتبه المؤسسة إلى قرب انتهاء مدة صلاحيتها قبل 3 أسابيع تقريبا، ما دفعها للجوء إلى وزارة الصحة العامة. استردت الوزارة 4000 قارورة فيال من اللقاح المخزن، فيما عملت المؤسسة العسكرية على التواصل مع مستشفى طرابلس الحكومي لتصريف الكميات المتبقية، إلا أن إدارة المستشفى ردت بأنها لا تستطيع التصرف من دون العودة إلى الوزارة. تسلم وزارة الصحة لتلك الكميات جاء بعد التأكد من أن شروط تخزينها كانت لا تزال ضمن المعايير الموصى بها، لذلك لم تعمد إلى تلفها، بل أوصت بإدراجها واستخدامها في أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية بعد موافقة وزير الصحة في رأس الأبيض، واستنادا إلى مستندات وبيانات علمية وصلتها من الشركة الأم المنتجة للقاحات قضت بتمديد مهلة الصلاحية 3 أشهر إضافية، وفق تأكيد مصادر وزارة الصحة، ما يعني أن استخدامها لا يزال آمنا بصرف النظر عن التواريخ المطبوعة على العبوات. إلى الشرق الأوسط، التي أشارت إلى أن الصرافين اضطروا لتخفيض سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء أمس إلى ما دون سقف الأسعار التي كانت قد وضعتها منصة مصرف لبنان المركزي للمرة الأولى منذ عامين، وذلك أثر تراجع مخزونهم من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية جراء تدخل المركزي في تحول أساسي يطال سوق القطع النقدية منذ بداية الأزمة. وقد سجل سعر صرف الدولار على المنصات الافتراضية التي يعتمد عليها الصرافون والمواطنون على حد سواء 23,000 ليرة للدولار الواحد، بينما سجل التداول على منصة صيرفة التابعة للمصرف المركزي 23,300 ليرة للدولار، ذلك للمرة الأولى منذ إطلاق المنصة عام 2020. عز خبراء هذا الأمر إلى تراجع الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية لدى الصرافين الناتجة عن العرض والطلب. وقالت مصادر مصرفية أن انخفاض سعر الدولار لدى الصرافين ناتج عن شح الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية الموجودة لديهم بفعل تزايد الطلب على الأوراق النقدية المحلية وتراجعه على الأوراق النقدية بالدولار التي توفرها المصارف بسعر أعلى. وقالت الشرق الأوسط أن إجراءات المصرف المركزي أدت إلى سحب الكتلة الكبيرة من الليرة اللبنانية التي كانت تتم بمبادلتها بين الصرافين والناس وتؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف، ويطلق عليها اسم الكتلة الحارة، بينما بقيت الأوراق النقدية التي يستعملها المواطنون يوميا لشراء حاجياتهم في أيديهم. وتقول الشرق الأوسط: أعاد مايك عزار، الخبير في الأزمة ومدرس الاقتصاد الدولي السابق في كليات الدراسات المتقدمة بجامعة جون هوبكنز، هذا الانخفاض إلى قرار سياسي، لكنه قال أنه ليس مستداما، وأوضح أن تدخل المصرف المركزي يأتي بثمن كبير للغاية، إذ يحرق ما لديك من احتياطيات التي هي بالطبع مقترضة من المودعين. إلى أساس ميديا كتبت: ملاك عقيل عون مصر على تعيينات مدير عام المالية أولا، بأعصاب باردة تجاوز ميقات هذا الواقع الخطير المستجد في وتيرة عمل المؤسسات، حتى أنه تفادى الدعوة مباشرة إلى جلسة لمجلس الوزراء بعد صدور بيان العودة لأمل وحزب الله، حتى لا يظهر كأنه منفذ أوامر جهات حزبية فحسب.
تقول أيضا في مقالها ملاك عقيل: كرس سعد الحريري ومن ضمن التنازلات التي أفرزتها التسوية الرئاسية عرف موافقة ومشاركة بعبدة الإلزامية في كل ما يدرج على جدول أعمال الحكومة. الأدق القول موافقة جبران باسيل الصديق والشريك يومئذ ويلي بيمون، وأحيانا كثيرة كانت تطير بنود أو تسقط بنود في اللحظة الأخيرة بناء على ما يريده جبران. بالتأكيد سيتحاشى ميقاتي أي احتكاك مع عون أو باسيل، بالطبع لن يرخي الحبل لهما كما فعل الحريري. غالبا ما يصف محيط ميقاتي العلاقة مع رئيس الجمهورية بالجيدة جدا، لكن بند التعيينات الذي يراه عون وباسيل أكثر من ضروري قد يوتر الأجواء بين الطرفين. تقول مصادر رئاسة الحكومة: إذا لم تسلم الموازنة بعد ظهر الخميس سيكون من الصعب دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد يوم الاثنين. وفق معلومات أساس ستبدأ رسميا بعد ظهر الاثنين مسيرة المفاوضات بين الوفد اللبناني ووفد صندوق النقد الدولي. سيعقد الاجتماع الأول عبر تقنية زوم، لذلك ضغط ميقاتي من أجل عقد جلسة الحكومة الأولى التي ستلتئم في قصر بعبدة قبل ظهر اليوم نفسه. تفاصيل أكثر تتابعونها في أساس ميديا. نختم مع الجمهورية ومقال لجوني منير الذي سيكون ضيفي بعد قليل تحت عنوان: مأزق الانتخابات يؤرق الطبقة السياسية. القرار المفاجئ بعودة الوزراء الشيعة إلى حضور جلسات مجلس الوزراء والمحصورة بدرس مشروع الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي حمل كثيرا من التأويل بين من ربط الخطوة باقتراب المفاوضات حول الملف النووي الإيراني من أمتاره الأخيرة، وبين إصرار الثنائي الشيعي على نفي أي تأثير خارجي ووضع القرار في سياق الأزمة المعيشية المستفحلة. في الواقع ثمة مزيج بين التفسيرين، فالأجواء التي تحوط بالمفاوضات الدائرة في فيينا تلحظ تبدلا واضحا ولهجة مختلفة ومؤشرات تصاعد الدخان الأبيض في وقت ليس ببعيد. أضف إلى ذلك أن المطلب الدولي من لبنان ارتكز في المرحلة الأخيرة على ضرورة عودة الحكومة إلى العمل لإنجاز التفاهمات المطلوبة مع صندوق النقد في طليعتها إقرار الموازنة تحاكي الإصلاحات المطلوبة، إضافة إلى ضرورة تأمين الغطاء المطلوب لإنجاز الترسيم البحري. لكن لابد من الإقرار بوجود أسباب داخلية دفعت في اتجاه انضاج قرار العودة إلى جلسات مجلس الوزراء. إذن عبر تطبيق زوم معنا مباشرة الصحفي والكاتب السياسي جوني منير. صباح الخير أستاذ جوني. صباح النور لأديك ولا تحدثت عن اتجاه إلى يعني أسباب داخلية أدت إلى هذه العودة. نحن حكينا مقتطف بسيط من مقالك، ما هي هذه الأسباب الداخلية التي أدت إلى العودة وهي يعني لا تهز واقف عشوار أو كيف الوضع؟ الأسباب الداخلية طبعا هي بالوضع كله لا تهز واقف عشوار، البيئات كلها تعبانة، وأيضا بيئة حزب الله وحركة أمل، وبالتالي مع استمرار صعود الدولار مثل ما شفنا راح على مستويات خطيرة، والواقع المزري بالداخل يلي زاد سوءا، تعبت كل البيئات الموجودة، تعبت بيئة حزب الله وحركة أمل، وبالتالي ما قادر كمان تكفي في هذا الموضوع. لذلك كان لابد من إيجاد يعني مسار ما أو تخريج ما تؤدي إلى العودة عن القرار. وتضيف علي أنه بموضوع القاضي بيطار ما كان في بقى مخارج، يعني كل اللي عملوه انعمل وما كان في مجال، مسكر خلص ما في مجال انه ينشال. ولذلك يعني ربما هلا انه التوقف الوحيد اللي بينعمل معه كان مساله توقيف عمله او توقيف تحقيقاته يلي صاير هلا. لذلك اذا بدك تحديدا مع التوقيت الاقليمي الخارجي الملائم الممتاز مش بس الملائم كان قرار العوده لطاوله مجلس الوزراء. نعم، في ختام مقالك اليوم تحدثت عن عودة الرئيس الحريري، عن اتصال جرى بين الرئيس بري والرئيس الحريري لمعرفة يعني بالآخر شو بده يصير بالنسبة للتحالفات الانتخابية. بالمعلومات اليوم صباحا أو فجرا عم ينحكى أنه وصل الرئيس الحريري، ما هي المعلومات لديك في هذا الإطار خصوصا بالنسبة للاتصال بين الرئيس بري والرئيس الحريري؟ والاتصال صار عمله الرئيس بري أو قدر حكي معه، لأنه فهمت أنه كانت صارت أكثر من محاولة، قدر حكي معه من كم يوم. نعم. ويومتها بيقول له الرئيس الحريري أنه يعني كان عم يسأله بده حقيقة موقفه بالنسبة للانتخابات المهيدة، لأنه في تضارب كتير وفي مسائل مش واضحة، وبيقول له حسب ما فهمت أنه الرئيس الحريري أنا رح أرجع بأوائل شهر شباط، بمطلع شهر شباط كون ببيروت، ورح طل صوبك وأكيد بحطك بأجواء خلفيات الكاملة لقراري. ظاهر رجع اليوم أبكر شوي من هيدي. بكل الأحوال المسألة مهمة بالنسبة للرئيس سعد الحريري،
كتير مهمة حول موضوع ترشحه من عدم وكيفية مشاركة تيار المستقبل لأسباب كثيرة رح أوجزها بنقاط صغيرة. أولا هذه البرودة اللي عم نشوفها على موضوع الانتخابات لحد هلأ، لأنه الساحة السينية اللي هي أساسية في الاستحقاق مش محسوم بعد وضع كيف، ولا يزال حتى الساعة شئنا أما بينا الرئيس سعد الحريري رغم تراجع وضعيته الشعبية بالشارع السني لكنه هو الرمز السياسي للطائفة السنية المتقدم عن غيره، منه محصور لحاله بس لكن المتقدم عن غيره. اثنين تيار المستقبل هل حيشارك أم لا، صار تقريبا محسومة أنه تيار المستقبل رح يشارك بالانتخابات، ولكن كان الرئيس فؤاد السنيورة هو اللي عم يتولى الإشراف على هذا الموضوع، وهو عم يتولى كان عم يقال قيادة المعركة الانتخابية لتيار المستقبل، وانه هو ما عنده علاقات مزعجه كثير مع السعوديين، وبالتالي هذا ممكن انه يساعد اكثر. ثلاثه طيب في حال مثلا الرئيس الحريري ما ترشح كيف سيكون البديل؟ هون ممكن تلاقي يمكن بهاء الحريري يقربه. انا رح اكشف لك شغله يعني بديهيه، انه في كثير من الشركات او الاحزاب او القوى عملت استطلاعات او دراسات موسعه عن الساحة السنية كيف بتكون مع الحريري أو من دون الحريري إذا ترشح أو ما ترشح، دليل على أهمية هذا الموضوع. وبالتالي هون إذا الرئيس الحريري ما ترشح هو، وهذا الأغلبية الظاهر رايحة في هالاتجاه ربما لعوائق سعودية، طيب بهاء الحريري هون رح يكون متقدم أكثر. في حال ترشح الرئيس الحريري وضع بهاء الحريري بيكون متراجع أكثر، ضيف عليه أكثر كمان مثلا القوات اللبنانية يلي كان عندها يعني هي تريد أن تكون ما عندها شريك حدا بالانتخابات، لكن رايدي أن يكون في عندها حصة من خلال الطائفة السنية مستندة على علاقاتها بالسعودية، يعني بدها جزء. مع وجود الحريري شيء وخارج وجود الحريري مسألة أخرى، ومين بحل بيركب الفراغ. لذلك عمول هذه أسئلة كبيرة جدا، رغم أنه الرئيس بري يلح أنه مش بس ليار المستقبل يشارك بالانتخابات، لكن أيضا الرئيس سعد الحريري أنه يفوت ترشحا في هذه الانتخابات. نعم، يعني هيدي وصول الرئيس الحريري اليوم وهي نوع من قرار سيتبع بمشاركة أو لا شخصيا؟ بفتكر رح يعلن قراره بعتقد حسب ما فهمت، لما بعرف إذا بغير، بس ب 14 شباط كان على أساس بالاحتفال ذكرى اغتيال الاحتفال في ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري. هلا ايه بهذا الموضوع نحن خلينا نقول المساله ابعد تاخذ، يعني وجود الرئيس الحريري كان عم الرئيس بري عم بياكد بده اياه، ليه بيعتبره معتدل ضماني في هذا الموضوع، وبالتالي اما اذا راحت المسائل لابعد بعد الانتخابات يعني صار في تقارب او انه البعض عم بفكر يمزج الساحة السنية مع الساحة المسيحية لمواجهة مقارعة حزب الله أو الثنائي الشيعي، وهذه قد تؤدي إلى اضطرابات. فإذا وهون رح يكون في إلى يعني خطوط إقليمية، يعني بترجع الخطوط الإقليمية بالصراع بالداخل بشكل أقوى. لذلك برجع بقول مثلا الرئيس بري يصر، بس لكن الرئيس الحريري عنده أسبابه مش بس المالية، برجع بقول يقال أو يردد ما بعرف قديش مدى صديقه أنه السعودية ليست راغبة مش حابة أنه ينزل يترشح هو في الانتخابات، بغض النظر إذا كان صحيح هذا القرار أو غير صحيح، بس لكن مشاركة الرئيس الحريري وعدم مشاركته أصلا بتغير بكل الخارطة الانتخابية، التحالفات مع مين بتكون، كيف بتصير، كيف يعني المسألة بتختلف إلى حد بعيد. نعم أستاذ جوني، لأي درجة المعلومات التي تحدثت أنه من الممكن أن يكون هناك لقاء بين الرئيس سعد الحريري وشقيقه بهاء الحريري للاتفاق على ربما قرار أو تسليم الساحة السنية، هذا صحيح أو مجرد ربما تكهنات؟ يعني سمعت فيه مرة هيك بس أنا مش يعني مش بشكل جدي، هلا نابع عن شيء جدي. أنا بستبعد الرئيس الحريري سعد الحريري، طبعا رئيس طبعا بهاء الحريري بيتمنى إنه ما يترشح سعد الحريري وهو يتمسى ويورد هذا الموضوع، بعتقد بالمنطق يعني أنا ماني حاجة معهم بس إنه بالمنطق هيك بتقول المسائل. نعم. أما عن من قبل الرئيس سعد الحريري أنا بستبعد أنه الرئيس سعد الحريري يقدم هذا الموضوع، ولو أنه مثلا يعني بيّن علينا أنه أعطى الإدارة مثل ما بيّن هلأ للرئيس فؤاد السنيورة، يلي قيل أنه ربما إذا ما ترشح الرئيس الحريري هو قد يترشح، بس بغض النظر أن ترشح فؤاد السنيورة أو ما ترشح أعطيه الإدارة الانتخابات النيابية، وهالمرة الإدارة راح تكون عندهم يعني صارمة من قبل الرئيس السنيورة، إدارته بتكون صارمة تختلف او تتجاوز الاخطاء الكبيره
يلي عملتها إدارة المعركة الانتخابية لتيار المستقبل من 4 سنين. يعني مثلا هسه هون بزحلي على سبيل المثال، نعم، كان مفترض يكون عندهم 2، هلا مصرين يكون عندهم مقعدين. مش يكون في هبات يلي استفادوا منها مجموعات تانية أو أشخاص تانية ترشحوا معهم، عليها هبات بين مزدوجين يعني للأصوات اللي عندهم. فإذا في هذا الموضوع أنا بشك إنه الرئيس الحريري يتخلى من تلقاء نفسه طبعا، لا بهاء الحريري عن الإرث حتى لو ما ترشح. أنا بشك بس ما عندي معلومات دقيقة. نعم، بالأيام الماضية لوح بعض النواب كم حدا بطريقة غير مباشرة من تيار المستقبل إلى ربما إمكانية حل تيار المستقبل. الحديث لحضرتك عم بتقوله يبدو أنه غير وارد، العودة رح تكون بإطار مختلف. تفاصيل ما بعتقد فيها منطق كتير. نعم. إذا عملت بتكون خطوة مجنونة. ما بعتقد فيها منطق كتير ولا بأي سياق أنه يجري حل تيار المستقبل. أنا ما بصدقها يعني. هلأ ربما تركيب جديدة، مسار جديد مثل ما قلنا، ربما يعني في كتير دراسات، في كتير أفكار عم تنطرح، لكن هيك تحلت تيار المستقبل وتفل، أنا ما بعتقد. ولا بعتقد حتى كمان حلفاء الرئيس الحريري، نعم، تحديدا أبرزهم الرئيس بري ووليد جملاط، انه يقبلوا يروحوا بهذا الاتجاه. هيدي خطره مش بس على مستوى الساحه اللبنانيه، لكن ايضا بالنسبه للرئيس بري على مستوى العلاقه السنيه الشيعيه، وبالنسبه لوليد جملاط على مستوى العلاقه الدرزيه السنيه. وبتعرفي انه عنده اقليم الخروب، وبتعرفي الواقع الثقل السنيه اللي موجود هون. انا بشك انه يعني هذا بشك فيه كثير كمان، ما بعتقده منطقي. نعم استاذ جوني، اخيرا باختصار، الناس مبسوطه وناس زعلانه بالنسبه للدولار، برايك بما انه الوضع سياسي اكثر ما هو اقتصادي، معقوله نحن نوصل لنرتاح قبل الانتخابات او عندنا شبقه جديده لانه الموضوع صار سياسي اكثر منه اقتصادي؟ صحيح، هو كل عمره سياسي، يعني مش في جزء منه سياسي. نعم. باقتصاد الاقتصاد مهتري رايح او نقدي. لكن اول شيء انا من النوع اللي بعرف انه حدد، ما بعرف، ما بفهم فيها اللهجه، بس لكن اللي بشوفه من بعيد، واصلا انا ما بفهم بالموضوع الاقتصادي والنقدي، بس لكن بالمنطق انه الاسباب يلي ادت لانهيار النقدي والاقتصادي بعدها موجوده ما تعالجت. يعني ما في اخذ انا وضع نقدي سليم. 2، الاحتياطي الموجود بالمصرف المركزي لامكانيه مضاربه مثل هلا فات وعم بضارب، قديش عنده قدره يستمر لقدام يكون فات عم بضارب من شان يرجع. ربما تكون هذه اللحظه اضافه الى بعض الايجابيات اللي ظهرت ادت الى هذا الموضوع، وقد تستمر يمكن لفتره مؤقته. بس لكن اعتقد انا بيني وبين نفسي انه هذه ستؤدي الى نهائيه هذا السعر، ويبقى انا بشكل كثير طالما، لكن احنا عندنا تجربه، لان نحن اولاد تجربه. بالتجربه وقت الانهيار اللي صار سنه 80s لاوائل 90s بقي نار حتى لما وقفت الحرب، وحتى لما راح شو اسمه صار في حكومه جديده، انت بلشت حتى يتظبط الوضع لما دخل عامل جديد اسمه رفيق الحريري مع كتله اقتصاديه يلي ادى يومتها للتراجع لثبات هذا الموضوع. انا اليوم عم بقول نحن بعدنا، ورغم انه يعني بغض النظر اكيد في سياسه مع بسعر النقد اكيد، بس مش لحاله، هو مبني على اهتراء وعلى خسائر كبيره وعلى وضع مزري اقتصادي ونقدي مالي يعني الموجود بالدوله اللبنانيه. لذلك اعتقادي انه النقد الكتله الصغيره يلي انحطت للمضاربه غير قادره، ما فيها تظبط الوضع لوقت طويل، ومشان هيك انا بتمنى تضلها وتنزل اكثر تروح ترجع على 1005 نرتاح كلنا انا وياك. هذا الحلم. نعم، نحن موظفين ونقبض على اللبناني، مشان هيك بنتمنى تنزل لهونيك. بس لكن انا ما شايف انه في شيء ثابت مثل ما مبين يخليني اقول انه فتنا على الوضع المستقر النقدي والمالي، لكن هذا ما بيمنع انه تبقى الاوضاع مثل ما هي هيك وتكرر اكثر شوي خلال الاسابيع القليله القادمه. نعم، الصحفي والكاتب السياسي جوني مناير، أنا بشكرك لوجودك معنا في هذا الصباح. بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام فقرة الصحف، نكون الآن مع فاصل إعلاني وبعده نتابع زميل رامز القاضي في الحدث.